وإثبات القدر بدرجاته الأربع، وأن العبد له إرادة مشيئة واختيار وكسب فعل، فبإرادته يختار وبقدرته يكسب، فله إرادة وقدرة، فبإرادته يختار وبقدرته يكسب الخير وضده، وإرادته وقدرته تابعتان لإرادة الله عز وجل. فالله جل وعلا خلق الإنسان وكمل خلقته وهداه لما خلقه له، ومن تكميل الخلقة أنه جل وعلا أودع فيه إرادة بها يختار وقدرة بها يفعل، ومن الله جل وعلا عليه بالهدى بالعلم، فعلمه ما لم يكن يعلم، من ذلك أن علمه الشرع الذي هو البصيرة لعقله، فمثل ما كمله الله بالعقل والإرادة والقدرة كمله جل وعلا بالعلم والهدى الشرعي، فعقله بالعلم يختار، فإن شاء اختار الهدى وله ثوابه، وإن شاء اختار الضلالة والغي وعليه عقابه. فبالعلم يختار ويريد، وبالقدرة يفعل، وغيب الله جل وعلا عنه القدر فلا ينكشف إلا بعد الإرادة والفعل، فيكون مناط التكليف العقل والهدى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. فهذا من تكميل الله عز وجل للمكلف، أنه تعالى خلقه فأحسن خلقه، وهيأه لما خلقه له، وكمل خلقته وتهيئته بأن أودع فيه العقل، وبصر العقل بالشرع، وجعل فيه الإرادة والقدرة، فبنور الشرع يبصر، وعلى ضوئها يختار ويريد، وبالقدرة يفعل، ولم يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، فيثاب على إرادته الخير وفعله، ويكون أهلا للعقوبة على إرادة الشر وفعله، وهو حين فعل أو حين يفعل لا حجة له بالقدر، لأنه مغيب عنه، وهو مكلف بأن يفعل أو يترك على هدى الشرع وضوء الشرع. فوهب الله العقل وأودع فيه الإرادة والقدرة لأجل أن يختار بعقله على ضوء الشرع، يختار الهدى والرشاد ويترك الغي والضلال، ويفعل بمقتضى اختياره وحريته، ولن يكون منه إلا وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم. ولذلك صار العقل هو مناط التكليف، والشرع هو الهدى،
للفعل والترك الذي كلف به، وترتب على ذلك الثواب والعقاب، وما أصابه من مصيبة فليؤمن، ومن يؤمن يهدي قلبه، فليؤمن بالله جل وعلا بقضائه وقدره، وليتب إلى الله عز وجل من زلله، وليغتبط بهداه ورشده، وليحمد الله عز وجل على توفيقه. هكذا، فهذا شأن القدر، هذا شأن القدر. الحجة في القدر على المصائب لا على المعائب، فمن وقع في شيء من المعائب فليتوب إلى الله عز وجل وليرجع إليه وليؤمن بقضائه وقدره، ومن ابتلي بشيء من المصائب فليؤمن بقضاء الله وقدره وليستسلم لله تعالى وحكمه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فيحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، ويصبر على كريه المقدور ولا يصبر على المخالف من المقدور، المخالف للشرع من المقدور. هكذا، وهذا الفصل. وللحديث استاذ ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.